هنقرأ جزئين مع بعض من الكتاب المقدس. الجزء الأول من سفر إشعياء صحيح 42. هوذا عبدي الذي أعضده، مختاري الذي سرت به نفسي، وضعت روحي عليه فيخرج الحق للأمم. لا يصيح ولا يرفع ولا يسمع ولا يسمع في الشارع صوته. قصب مردودة لا يقصف، وفتيلة خامدة لا يطفئ. إلى الأمام يخرج الحق، لا يكل ولا ينكسر حتى يضع الحق في الأرض، وتنتظر الجزائر شريعته. والجزء الثاني من بولس الرسول لأهل أفسس صحيح 4 يقول: الذي نزل هو الذي صعد أيضا فوق جميع السماوات لكي يملأ الكل. هو أعطى البعض أن يكونوا رسلا، والبعض أنبياء، والبعض مبشرين، والبعض رعاة ومعلمين، لأجل تكميل القديسين لعمل الكلمة لبنيان جسد المسيح، إلى أن ننتهي جميعا إلى وحدانية الإيمان ومعرفة ابن الله، إلى إنسان كامل، إلى قياس قامة ملء المسيح. لإلهنا المجد دائما أبديا أمين. جزء اللي قرناه من إشعياء بيكلمنا بروح النبوة عن السيد المسيح، علشان يورينا إزاي المسيح هيكون، شكله عامل إزاي، صفاته عاملة إزاي. والجزء اللي بيقوله لنا بولس الرسول إن إحنا هناخد من هذا الملء، إحنا هناخد من ملء المسيح ده، المنظر اللي عليه المسيح اللي إحنا قلناه في إشعياء، بولس الرسول بيقول لنا إن إحنا هناخد منه. زي ما احنا بنقول في انجيل صلاة بكر كل يوم: من ملئه جميعا اخذنا، احنا واخدين من ملئ. فاذا كنا هنتكلم عن الخادم النموذج فهو ربنا يسوع، وهناخد صفات منه ونطبقها علينا من اللي احنا قريناه ده. ماشي؟ برضو في الموضوع دوت احنا بنتكلم عن الخادم النموذج، وكلنا بنسعى ان احنا نبقى كده، كلنا بندور عليه، محدش فينا كامل. فاي اضافة عندكم هتسهل الموضوع، اي حد شايف حاجة تعليق على نقطة هتبقى حاجة حلوة نستفيد بها كلنا. انا الكلام ده بقوله ليا قبل ما اقوله لكم. هناخد بعض الصفات اللي اتقالت في الجزء اللي قرناه من إشعياء ومن بولس الرسول، ويقول كده إن خادم نموذج لازم يتقال عليه: وضعت روحي عليه فيخرج الحق للأمم. سؤال: يعني إيه الحق؟ إيه هو الحق؟ المسيح، مفيش حق تاني. تمام، يبقى الآب بيقول: وضعت روحي عليه فيخرج الحق للأمم، يوري صورة المسيح. احنا كلنا فينا روح الله لأن احنا كلنا تعمدنا، بس هل كل المعمدين يصلحوا ان هم يخرجوا الحق للأمم؟ ليه؟ خلوني اشرح لكم حاجة بسيطة حصلت فينا كبني آدمين. الله لما خلق آدم كان صورة الله ومثاله، من أجل ذلك كان لازم آدم يبقى فيه روح الله. قديسين كتير قالوا لما الله نفخ في آدم نسمة الحياة إن النسمة دي هي الروح القدس. فقديسين كتير قالوا إن آدم كان فيه الروح القدس عشان يبقى صورة الله ومثاله. عشان كده آدم ما كانش جواه اضطرابات كتير جوه نفسه، هنشرحها كمان شوية. لما حصل إن آدم أخطأ، الروح القدس فارقه، فبقى فيه شوية كده قوة باورز موجودة جوه النفس بقت تتعارك مع بعض. القديسين شرحوها بكلمات صعبة محتاجة تعريفات، يعني القلب والعقل والنفس وكلام كده صعب، هقوله ببساطة بحاجة احنا نفهمها. تخيلوا كده معايا، احنا عندنا حاجة اسمها الضمير، صح؟ عندنا ولا ما عندناش؟
عندنا الضمير، الضمير ده بيقول لي ايه هو الصح وايه هو الغلط اكوردنج للي انا اتربيت عليه، صح؟ فضميري ممكن يقول لي حاجه صح، وارادتي تقول لي بس انا عايز اعمل عكسها، مش بيحصل. او ضميري يقول لي ان دي غلط، يعني مفيش حد ضميره بيقول له ان السجاير صح، مكتوب له على علبه السجاير انها تؤدي للوفاه، كله عارف ضميره بيقول له دي حاجه غلط، لكن ارادتي عايزه. فيحصل عركه جوه النفس. وده من ايه؟ طب ما انا نفس الشخص، ليه النفس بتاعتي مشتته كده؟ ممكن ندخل قوه ثانيه في الانسان وهي الجسد. ضميري بيقول لي ان القداس حاجه صح، وارادتي بتقول لي انا عايز اروح القداس بكره، اصحى الصبح جسدي يقول لي خش نام، اقوم داخل انام. ليه العركه دي؟ مش انا نفس البني ادم؟ الانسان جواه مجموعه من القوى، بالذات جوه النفس ليها اسامي كتير. القوة دي اللي كان موحدها هو الروح القدس. القديس مكاريوس الكبير يقول لنا كده انه النفس دي كانت عرش للروح القدس، هدفها تبقى عرش يجلس عليه الروح القدس. لما ادم اخطأ والروح القدس فارق النفس، النفس اضطربت وبقى عندنا عركة جوه نفسنا. فبقينا نعمل حاجات احنا مش عايزينها، او نعمل حاجات غلط احنا شايفينها غلط بس بنعملها برضه. نقوم نيجي بعد كده نتعمد وندهن بالميرون وناخد الروح القدس. الانسان اللي يشعل الروح القدس فيه يبتدي الروح القدس يشفي قوى النفس دي ويخليها موحده. وهي دي، هو ده اللي بقول لكم، ده تعريف البساطه. البساطه بتيجي منين؟ بتيجي ان الانسان ما بقاش جواه حرب، هو ده صح هو ده غلط، ده اعمله ده ما اعملوش. تلاقي انسان الله بسيط، ما جواهوش عركه. الشخص ده يقدر يخرج الحق للامم. الشخص ده منظره كده، خلي بالكم احنا بسهوله اللي ماشي في الطريق الروحي يقدر يعرف. زي بالظبط مثلا ايه، انا مش ما دخلتش كليه هندسه، بس نقدر كده لو جه مهندس قاعد قدامي بنتناقش في حوار يعرف ببساطه ان انا مش مهندس، او بحور عليه او بقول اي كلام، صح؟ ليه؟ لانه راجل مهندس وفاهم فهيربط اللي قدامه. فالحياه الروحيه نفس الموضوع. الانسان المشفي او اللي ماشي في طريق الشفاء بيبان للي اتشافوا، للي نفوسهم هديت. هو ده اللي لما الناس تشوفه وتطلع كده عليه يشوفوا المسيح. نشوف كده البابا كرولوس، احنا شفنا المسيح. ليه؟ عشان عمل ايه؟ علشان الروح القدس دخل فيه وقعد يشفي كل يوم حته صغيره حته صغيره، لحد ما احنا شفنا انسان مشفي يخرج الحق للامم، يورينا صوره المسيح. فنقدر نقول ببساطه البابا كرولوس صوره المسيح، صح ولا لا؟ تمام. وبالتالي علينا كخدام عشان نكون خادم نموذج ان انا اتشفي. ده دوري الاساسي في الخدمه، ده رقم واحد. وانا لو ما اتشفتش يبقى انا بربي ناس عندهم امراض روحيه ونفسيه، والولاد بتعرف الكلام ده. ممكن ما يعرفوش الديفينيشنز اللي قلناها والتعريفات والحرب، لكن بيعرفوا الخادم ده مضطرب، الخادم ده ما بنقرب له من الكهرب، الخادم ده حضن هادي ودافي. ما يعرفوش التعريفات بس بيعرفوا الشخص المشفي. وفي رأيي دي أكتر حاجة كرزت بالمسيحية، إن الناس شافت في الرسل حصل فيهم شفاء سريع. احنا الموضوع بياخد معانا وقت. الرسل لاجل الكرازه حصل فيهم شفاء سريع، فشافوا ناس مشفيين، مش بس علشان المعجزات، لكن شافوا ناس ما فيهمش اضطراب العالم، ناس مش خايفين من الموت. طب ليه مش خايفين من الموت؟ هل الروح القدس لما بيخش فينا بيحصل لنا حاجه كده غريبه فما بقيناش نخاف؟ لا، طب ما احنا كلنا فينا. لكن اللي بيشعل الروح القدس وبتتشفي نفسه من الخوف
بتاع الموت ده هو ده بيعرف يخرج الحق للأم. فعرفوا يخرجوا مسيح بالنسبة للأمم، بالنسبة لنا في اسكندرية مثلا لما جالنا ماري مرقص احنا شايفين صورة المسيح. ماري مرقص ده صورة المسيح اللي يقول عليه ماري مرقص صح، لأنه اتشفى. وده النقطة دي المحورية في الموضوع، موضوع الخادم نموذج، إن إنسان يشعر الروح القدس فيه ويفهم إن كل يوم يتشفى، كل وقفة صلاة هي حباية دواء في طريق الشفاء، كل قعدة مع الإنجيل هي حباية دواء، وكل مرة ما بقفش أصلي أنا شفائي بيتأخر. والأمر ده مهم جدا لينا نفهمه كخدام، لأنه ما هو اللص اليمين على الصليب اعترف بالمسيح ودخل السماء، ايه لازمة التعب ده كله؟ ايه لازمة ان انا اقرأ انجيل واقف اصلي؟ هو مش ممكن في اخر لحظة او مثلا لما بأكبر شوية اطلع معاش ممكن صح؟ هل ربنا مش هيقبلني لما بعد ما اطلع معاش واقول له انا اخطيت؟ هيقبل ولا مش هيقبل؟ مش ضامنين. هعتبر نفسي ضامن، انا هقولك انا ضامن ان انا هفضل لحد المعيش. هل في مشكله في كده؟ المشكله الكبيره مش ان ربنا يقبل او لا، المشكله الكبيره ان انا ما اتشافيش. يعني اللص اليمين كان عايش حياته كلص في كم من الامراض النفسيه، بعيدا عن الامراض النفسيه يعني يبقى عنده سكيزوفرينيا ولا كم من الامراض بسبب اضطرابات، هو ايه اللي بيعمله دوت، هو ده صح هو ده غلط، هو انا فاشل في الحياه، كم من التساؤلات ما يهداش. واحد زي الأنبا أنطونيوس لأ، حصل له شفاء. مش بس الفكرة إنه في الآخر هيخش السماء ولا لأ، لكن إنه إنسان يتشفي في الحياة، يخرج الحق للأمم هنا مش قدام، هنا. وإلا تكون المسيحية بترجي المشاكل بتاعتنا بعدين، احتمل وبعدين هتبقى تخش السماء. إحنا المسيحية بتوعد بشفاء هنا، إن الإنسان يقدر يتسلط هنا، أن يعطينا السلطان هنا بدرجة ما. فيقول القديس أوسينوس وضعت قدمي فوق قمة العالم. مين يقدر يقول كده؟ مين يقدر ما يتهزش بفلوس كتير، بمنصب، بشهوة، بحاجة يعني؟ العالم كله بيتهز، العالم كله بيجري ورا كده. ليه يقول وضعت قدمي فوق قمة العالم؟ لأنه اتشفى. فالخادم النموذج محتاج يسير في الطريق. مش هقول ان احنا نبقى مشفيين 100%، محدش فينا يعني الموضوع ده سهل، يعني محدش شايف الموضوع ده سهل، الموضوع ده صعب جدا، بس على الاقل بيمشي في الطريق. ولما يمشي في الطريق ده يقدر يجذب وراه الولاد بتوعه. لو مش ماشي في الطريق اساسا، وعلى فكره يعني ممكن يكون بيصلي وبيصوم وبيقرا الانجيل بيعمل الفرائض بدون ما يبقى فاهم انه عايز يتشفي، بدون ما يبقى عارف انه مريض، ومن هنا ما يتشفاش. هنتكلم عن النقطه دي كمان شويه. لكن الخادم النموذج لازم الروح، روح الرب يكون عليه فيخرج الحق للامم. النقطه الثانيه يقول كده بولس في الجزء اللي قريناه، أعطى البعض أن يكونوا رسلا، والبعض أنبياء، والبعض مبشرين، والبعض رعاة ومعلمين، لأجل تكميل القديسين لعمل الخدمة لبنيان جسد المسيح. من أصعب الحاجات اللي في الخدمة، وخصوصا وحد بينزل الخدمة، إن المسؤول عن الخدمة أو الشخص نفسه يعرف هو يقدر يعمل ايه. ممكن انزل شخص في مكان مش مكان، بس في الخدمات الصغيره لازم بنبتدي ونشوف. لكن مش الكل اعطي له ان يبقى خادم مثلا كلمه، خادم مدارس احد، مش الكل اعطي له انه يبقى خادم اخوات رب، محتاجه صبر وطول بال. ومش كل خادم مدارس احد اعطي له انه يقدر يقف قدام كل سن، في ناس ما تقدرش قدام ملائكه ما تعرفش، وفي ناس ما يقول لك لا ثانوي وجامعه دي اسئلتهم صعبه، انا مع الدنيا ولاد صغيرين. فمش كل واحد اعطي ليه،
لازم نبقى فاهمين النقطة دي واحنا بنخدم، لأن هقول لكم بصراحة، أنا مثلا ممكن ما افتكرش دروس مدارس أحد اللي أنا خدتها، هي شكلت فيا وأنا صغير، بس أنا ما افتكرش دروس خالص، لكن أفتكر كويس الخادم اللي كان بينازع علشان الدرس، الخادم اللي لما يشوف واحد تاني، فاكر الكلام ده من واحنا أطفال، اللي يشوف حد تاني بيعمل كذا فيتقمص ويطلع بره، أصل الاتنين دول ما بيتقابلوش. الخادم المعقد أنا مسميه كده. إيه الخادم المعقد ده؟ اللي هو مثلا إيه، تصوني فلان خلصت الدرس، ففي تصوني لازم تقعد تعقب ربع ساعة بعد الدرس دوت، تعقب على التاني. الولاد بتبقى فصلت، بس هي تصوني لازم تدلي بدواها وتورينا المعلومات اللي عندها. ما تقدرش تقول والمجد لله دايما نقف نصلي. ما تعرفهاش، لازم تدلي بدواها، لازم تعلق. وتعلق كتير. وعشان نبقى عارفين الولاد بتفصل عند الحتة ديت وبيبقوا زهقانين وما بيسمعوش أي حاجة. مش لازم نعقب. حتى لو التصوني الصغيرة قالت حاجة مش 100% صح، ممكن نقول لها بعد الدرس، لكن في تصوني كده لازم تعقب ربع ساعة بقى بعد الدرس وتبين معلوماتها. الموضوع ده خطير على فكرة، الولاد بتلاحظ الكلام ده وتقفل، يعني هما خلاص كده عملوا بلوك للخادم ده. هل ما عندناش القابلية إن نقبل إن في حد تاني بيخدم ويقول كلمة؟ أنا محتاج يبقى عندي فكر تكميل القديسين، تكميل الخدمة. مش كلنا هنخدم نفس الخدمة، وأنا مش هقدر أخدم كل حاجة. لازم دوت يكون عندي في دماغي عشان أكون نموذج صح. زي ما بقول لكم، أنا فاكر الخدام اللي كانوا بيلعبوا أدوار مش بتاعتهم عشان لمجرد إن هم يلعبوا أدوار. فاكر كويس جدا. فاكر الشمامسة اللي كان مثلا إيه اللي بيقول ماسك المايك مثلا أو المايك قدام كده، فتلاقي واحد راح ميل بقه كده عشان لازم يطلع صوته في المايك. فاكرهم. بدون إدانة وبدون تذكر أشخاص، بس المواقف دي بتثبت في الدماغ. والولاد بيقروها، يعرفوا أستاذ فلان لازم يعمل كده. أستاذ فلان ما قالش ده النهاردة فبيتقمص. كارثة من كوارث الزمن. فلازم يكون في عقليتنا كخدام إن الشخص النموذجي، يعني احنا انا اعرف خادم ما كانش له انه يتكلم، ما بيعرفش يتكلم، وهو عارف كده وما كانش بيتكلم كتير. يعني لما كنا نعزم عليه بكلمه يطلع كده يقول ربنا يسوع بيحبنا، وتعلمنا في الكتاب المقدس انه بيحبنا جدا، وصليبه اعلن لنا انه بيحبنا. ولما نتناول نشعر بمحبه ربنا، بيحط محبه ربنا في كل كلمه، ما عادش حاجه ثانيه. بس الخادم ده كان حضن وأب، والولاد كانت تحب تخش في حضنه وتسأله في الحاجات الحياتية، خبرات كده، وهو مقتنع بكده وعارف كده، وده كان بيكمل الخدمة كده بدون ما يدي دروس. كان نادرا ما يطلع يدي درس، بس هو فاهم دي إن دي مش بتاعته. لما يبقى فاهم كده وبيشتغل على كده، الولاد يبقى في دماغها الخادم النموذجي دوت ده أستاذ عظيم. يا ريت الواحد يبقى أب زيه. تخيلوا لو الخادم دوت عمال يتحشر في كل حاجة فيها مثلا كلمة أو فيها ترنيمة أو فيها حاجة هو ما يعرفش. اللي هيطبع في ذهن الأولاد إيه؟ مش طايقينه. ما هيقول لنا إنه لازم نحب ربنا، تمام، ها؟ إيه بعد كده؟ إيه تاني؟ فالخادم النموذج لازم يكون فاهم إن الرب أعطى البعض إن هم يبقوا رعاة، والبعض معلمين، البعض كارزين لأجل تكميل القديسين. أنا في جسد كامل متكامل، أنا ليا دور صغير، هو ده اللي هقوم بيه. النقطة الثالثة، يقول لنا بولس الرسول إلى أن ننتهي جميعنا إلى وحدانية الإيمان ومعرفة ابن الله. أنا هسألكم سؤال صعب وعايز أسمع إجابة، يعني إيه وحدانية الإيمان؟ بولس الرسول بيقولها لنا هنا، ننتهي جميعا الى وحدانيه الايمان. وبيقول تاني بنقولها في صلاه باكر، رب واحد ايمان واحد. ايه هو يعني ايه وحدانيه الايمان؟ محتاج اجابات. يعني
له عادي، قوله غلط ما فيش مشكلة. يعني الشكل الخارجي للإيمان الواحد هو إن إحنا كلنا نؤمن بقانون الإيمان اللي سلموه الآباء للكنيسة، وإيماننا يكون واحد في شخص ربنا يسوع المسيح إنه الله المتجسد. تمام، أنا هقول لكم تعليم، الشياطين أيضا يؤمنون ويقشعروا. اختلفنا إيه بقى عن الشياطين؟ أنا آسف يعني. يعني الإيمان اللي إحنا بنقوله الشياطين عارفينه كويس، عارفينه أحسن مننا كمان، أحسن مننا، لأن أنا مؤمن أؤمن بقيامة الجسد، بس أنا ما شفتش إن حد قام. الشياطين عارفين وشافوا إن في ناس قامت. فيعني إيه الاختلاف؟ هل إحنا ننتهي جميعنا إلى وحدانية الإيمان اللي هو يساوي إيمان الشياطين؟ هل يصح إن أنا أحطها في الآية حتى كده؟ ما يصحش. هما ليه بقى؟ الأعمال. ماشي، مفيش اعتراض، موافق. بس أنا عايز أقول لكم على حاجة تانية، أنا موافق في الأعمال صح. الإيمان لازم يؤدي بينا لمعرفة حقيقية بالسيد المسيح. النهاردة حد المولود أعمى صح؟ المولود أعمى في رأيي يعني إن في تو ستيبس كده من العمى في القصة. الأول هو مولود أعمى مش شايف أي حاجة، ده نوع من العمى، إن الإنسان لا بيصلي أو لما بيصلي بيجي في الاعتراف يقول مثلا أنا بصلي للحيطة، ما بيقراش الإنجيل، أو لو ابتدى يقرأ إنجيل ولا مش فاهم حاجة يقوم قافل تاني. يعني أهو بنعمل كده شوية قراية، ما فيش بيصوم، او الصوم بالنسبه له عباره عن نظام غذائي ايا كان. يعني ده نوع من العمى مبدئي كده من الاول، مش شايف حاجه، مش شايف حيطه وهو بيصلي. النوع دوت بيحتاج ربنا بيتدخل معاه وبيحاول ينور له ذاته. لنا رجاء في طول الوقت، يعني حتى لو انا من الناس دي انا ما يأس، لكن قصدي ده النوع الاولاني، عمل كده من الاول. يجي ربنا ويحاول يشفي الانسان. والانسان يستجيب لي، فيقول له روح اغتسل في بركة سلوان. حط له طين وتفضل روح الكنيسة. اتفضل روح. طب انت يا رب ما تعرفش تشفيني؟ تخيلوا كده لو المولود أعمى تفلسف على المسيح. حط له طين وقال له روح اغتسل في بركة سلوان. قال له يا عم انت ما انت كنت تشيني يعني ليه اروح؟ تخيلوا كده لو عمل كده كان ايه اللي هيحصل؟ ما كانش هيتشفي صح؟ كانت القصه هتخلص، ما كانش هتكتب في الانجيل. لكن لم يتفلسف، راح وسمع الكلام واغتسل في الكنيسه فابتدى يشوف، بس ما شافش المسيح نفسه. هو راح الكنيسه ومارس طقس معين، طقس الاغتسال وليكن المعمودية، مارس هذا الطقس. حلو، مهم جدا عشان نشفي العمى الأولي، لكنه ما شافش لسه المسيح. وراح حصل حوار مع اليهود وبعدين راح له المسيح فقال له تؤمن بابن الله اللي شفاك؟ قال له قول لي هو فين؟ قال له اللي بيكلمك. قال له اؤمن يا سيد وسجد له. ده العمى التاني بيتشفي منه. العمى الاول ان انا ابقى واقف بره واقول يعني هو كل اللي بيحضروا القداس يعني طيبين، يعني هو كل اللي في الكنيسه كويسين، بنسمعها كتير. ده العمى الاول، انا مش قادر اشوف ان الكنيسه دي فيها شفاء، مش شايف حاجه. ادخل ابتدي امارس بعض الامور. قالوا لي صوم ازاي؟ فول وفلافل حاضر. تصلي تعمل ست مطنيات، عملت سبعه، عملت الطقوس. مش شايف المسيح فين؟ بقى لي فتره عمال اعمل اللي قلت لي عليه، مش شايف حاجه، ما حصليش حاجه. والمشكله دي اغلبنا بيعاني، سامحوني
وخصوصا وخصوصا المرتدين دايما في الكنيسه. يعني سمه الاكليروس الشمامسه الناس اللي بتحضر كل يوم قداس ممكن تلاقي فيهم الحمد لله صلينا النهارده على صح، الحمد لله تناولنا، ده انا الاسبوع ده تناولت 4 قداسات الحمد لله، ده انا اتدهنت بالزيت الصيام ده 17 مره كده الحمد لله، ويعمل لسته كده صح 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 ما لست الشعائر الدينيه. فين المسيح؟ المفروض يظهر. عندي ولد قعدت معاه ما بيجيش الكنيسه خالص، شاب كبير يعني سنه كبير، ف ليه يا حبيبي ما بتجيش؟ فقال لي الكلمه الاتيه، قال لي بابا بيجي كل يوم القداس وانت بتنام، انت تعرفش بابا بيعمل فينا ايه في البيت، فيعني طول ما انت بتنول انا مش هاجي الكنيسه. هو طبعا رمالي بازاري الكوره في ملعبي يا ما تناولوش عشان هاجي، لكن النموذج باظ هنا، المفروض الاب النموذج باظ، فبوظ لنا الحياه الروحيه كلها. الولد النهارده مثلا ايه وصلنا ل 30 سنه ما بيعتبش الكنيسه، بيجي عشان يعمل كلهم مهان، بيجي عشان يعمل له اكليل وشكرا على كده مش. ف الايمان انا هرجع تاني بقى خطوه لورا، الايمان الواحد هو الايمان اللي بيورينا المسيح في صلواتنا بالاغبيه، في المعموديه، في المناوله اللي هي امور مهمه. والا ناخد النقطه ديت ونقول ليه؟ لا مش مهم، احنا مهم القلب، مش مهم احضر القداس، لا انا محتاج اشوف المسيح في القداس، محتاج اشوفه في وقفه الصلاه بتاعتي. هو ده الايمان الواحد اللي الشياطين ما يعرفوهوش، هو ده اللي احنا محتاجينه. يعني من فتره كان في شماس بيقول لي على طقس جمعه ختام الصوم، معرفش انتوا شفتوا الجدل اللي حصل، واحد وراني ان في جدل وهل جمعه ختام الصوم ولا عيد البشاره ولا مش عارف ايه. انا قلت له الطقس اللي هيقربنا من معرفه المسيح هو ده اللي هنتبعه. بص لي كده، انا في كلمه قلتها ما اعرفش يصح ان انا اقولها لكم، قلت له حبيبي لو بولس الرسول جه وشافنا بنتكلم الكلام ده كان لطش لنا كلنا من الاخر. يعني انا اسف يا اربابي حلوني، بس يعني من الاخر لو واحد تعمق كده في قرايه بولس الرسول قول اي المجمع من حقه يقول لنا نصلي ايه، فبنقول حاضر. ما دي الجهه اللي من حقها تقول، لو ما سكتوا هنعمل ايه؟ طب هنحتاج يردوا يعملوا اللي يعملوا. بص انا هقول لك بصراحه، وانا مش عارف انا مش عايز اخد على الموضوع دوت وقت كتير، بس انا هقول لك بصراحه. يعني لو الناس اللي مش مهتم يعني، او يعني هو مش فارق معايا. انا فاهم قصدك، ان العصر اساسا جايه من حته. انا هقول لك حاجه، يعني انا مهتم بدراسه التاريخ الطقسي وبدرسه في معهد المرتب. ف يعني لو ندرس تاريخ الطقسي بنجد ان اغلب الاراء اللي طرحت في الساحه اراء غريبه جدا جدا من الاخر. الموضوع محتاج ناس دارسه، مش محتاج اراء فيسبوك هي. بس من الاخر ناس دارسه وبتطلع مخطوطات وتقول لنا الكنيسه كانت ماشيه على ايه عشان نمشي عليه، مش عشان نعلق على اللي قاله لنا المجمع. في الاخر المجمع هو المفروض هي دي الجهه المامور بيها تقول لنا نعمل ايه. تمام. بس اخر حاجه، طيب معلش، احيانا لما بنبقى زي انثى كده دي حاجه حلوه ان احنا مش مهتمين او كده، بنتهم ان احنا مفرطين في الطقس. ايوه حبيبي، احنا مش مهتم تعرف الدنيا المفروض تمشي ازاي. مش المجمع قال لنا هنمشي ازاي؟ هنقول حاضر. بس هو انا اهتمامي ان في ناس دارسين بيقدموا ابحاث في الكنيسه، انا راجل دارس حقي ابعت بحث، انا جهه بحثيه اقول رايي كذا كذا كذا، والجهه المنوط بيها انها تقول القرار هو المجمع. ما كنت هيقول لي كذا هقول له حاضر.
خليني اقول لك ان اغلب الخدم فتح لي فيسبوك، ما قفله بقالي فتره كده، فتح لي فيسبوك على الكلام. ف كل واحد عمال يقول المفروض يتعمل كده، مين دول ودورهم ايه في الكنيسه؟ وهو عشان مارس حاجه ولا رايه حاجه فخلاص هو ده رايه يمشي؟ معلش يعني سامحوني، يعني في جزء من النطق الشخصي ان الواحد يقول ان رايي مش مهم. على فكره في جزء من النطق الشخصي قال انا رايي مش مهم، انا درست ايه ولا اعرف ايه. بس بقى ايه الموضوع دخل في حته بعيده خالص 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 خالص، وصلنا الى كسلكه الكنيسه. حته كده احنا بنتقلب كاثوليك لما انا عايز اعيد مشوار رايي. الموضوع راح في حته بعيده خالص يعني. احنا محتاجين نعرف الله في الطقس، والا بالظبط بالظبط ينطبق علينا ايها الفريسي الاعمى بالظبط. ايه في ايه؟ فاحنا محتاجين نشوف المسيح في الطقس، نشوفه في القداس، نشوفه في الاجبيه. وعلى فكره دي مش حاجه سهله، يعني مش اول ما الواحد يبتدي يمسك اجبيه فهيبتدي يشوف المسيح في الاجبيه ويشوفه هو كمان، يشوف نفسه في الاجبيه. في البداية في ترديد لكلمات، لكن مع الوقت بيبتدي يتدرب عنده الحواس انه يقف عند المسيح، يقف عند الآية ويصلي بيها ويشبع منها. ما بتحصلش الكلام ده بسبب اسبوعين ثلاثة شهر انتظام في الأدبية، الموضوع ده محتاج أكتر، لكن بيحصل. بفرحكم انه بيحصل، بس محتاجين ننتظم ونجتهد في الموضوع ده. يبقى الخادم النموذج، انا هقول لكم النقط اللي احنا قلناها لحد دلوقتي. وضعت روحي عليه ليخرج الحق للامم، ان الخادم بيقبل اختلاف الخدمه، البعض رسل، البعض رعاه، البعض انبياء. الخادم النموذج له وحدانيه الايمان ومعرفه الله، يقول كده بطرس الرسول، ولكن انه في النعمه وفي معرفه ربنا يسوع المسيح. أنا هديك واجب تعملوه. يعني إيه النعمة؟ وهي إيه معرفة ربنا يسوع المسيح؟ كلام صعب، يعني إيه إنه في النعمة؟ بطرس العهد الجديد بيقول لنا وصية، إنه في النعمة، يعني أعمل إيه؟ بيعملوها إزاي دي إنه في النعمة؟ محتاجين ندرس هي إيه قصده إيه النعمة؟ وإزاي إنه فيه؟ مش حاجة سهلة. محتاجة ندرس نشوف القديسين شرحوها إزاي. فهو بيقول لنا لازم ننمو في معرفة ربنا يسوع المسيح. الخادم النموذج يقول عنه كده: قصبة مردودة لا يقصف وفتيلة مدخنة لا يطفئ. أبي دي أخر نقطة صح عشان الوقت. المفروض نخلص كام؟ يقول كده: قصبة مردودة لا يقصف وفتيلة خامدة لا يطفئ. احنا يا اخوة العالم كله على كله على بعض كده قصبة مردودة. يعني اللي منكم في الشغل يقترب من قيادات، من ناس تبان كده ايه من بعيد، آمرة في الدولة، آمرة ولا هي في اي حتة في البيزنس، اللي منكم يقترب منهم في البيت بقى يكتشف ان احنا قدام قصبة مردودة. اللي منكم يقترب فعلا مش يشوفوا في الشغل، يعني انا كان شغلي خلاني اقرب من قيادات كتير سواء في عالم البيزنس او في الدوله او بره مصر. قصبه مردوده، مجرد بس هزه الانسان ينهار، تلاقي حد كده بياخد قرارات في الدوله يقع. العالم قصبه مردوده كله على بعض. احنا كخدام مش المفروض نبقى قصبه مردوده. يعني ايه قصبة مردودة؟ القصبة المردودة اللي هي العصاية، او لو قلناها زي القصب عشان نقرب التشبيه، تخيلوا كده ان هي مكسورة. عارفين القصب كده لما تمسكوه لما تيجوا تكسروه يقعد يتقطع حتت 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 لحد ما يبقى واقف على شعر كده. ساعات نحتاج سكين عشان نكسرها كده. فدي المردودة، هو واقف على شعر فاضل له سنة ويجي
او فتيله خامده لا يطفئ. الفتيله الشمعه مثلا اللي احنا بننفخ فيه، في حته كده جمره صغيره جوه الشمعه منوره، والمفروض بقى في الاخر كده ممكن يعني في بعض الانواع كده تقوم مولعه تاني، او لو في حاجه جنبها هواء مع ماده ممكن تشتغل تقوم مولعه تاني. فهو بيقول ان حتى دي ربنا يسوع قصب مردوده مش هيكسرها، لا ده هيصلحها، والفتيله اللي على اخر حته كده هيخليها تشتعل تاني مش هيطفيها. فهمتوا قصدي؟ اقول لكم العالم قصب مردوده، العالم كله تعبان ومحتاج انه يشوف اولاد الله، محتاج استعلان اولاد الله، العالم محتاج. لا يصح ان الخادم يكون قصب مردود. وانا اسف ان انا يعني بتكلم في ديت. بصوا يا جماعه، احنا كلنا مقبولين عند المسيح باي حجم خطيتنا، كلنا مقبولين وربنا عايزنا. لكن الخادم القصب المردوده دوت اللي هو فلان قال الدرس مكاني فيتقمص ويمشي ومش هخش الكنيسه تاني، كلام كده ايه خايب؟ ما ينفعش في الخدمه، الخدمه فيها كده، الخدمه فيها كده، فيها حد قال مكان حد، فيها حد نظم يوم روحي. انا فاكر واحنا صغيرين كان عندنا يوم روحي صعب جدا، تقيل جدا، ونظمناه وعملناه، وكان حاجه كده ايه يعني كويسه جدا، والولاد مبسوطين وابونا مبسوط، كل حاجه ماشيه حلوه. في الاخر خالص دخل كابتن كده حاطط ايده في جيبه وداخل بيتمشى، كان المفروض تعملوا كذا وكذا، انت ما تيجيش تعمل، حرق دم كل الخدام. يعني يا دوب كنت دخل في اخر يوم الروح، فده عادي، هي الخدمه فيها كده. فيها فرق اجيال، ان مثلا ممكن انا عندي فكره كخادم صغير، خادم كبير يقول لي اصبر عليها مش تتعمل دلوقتي، ده امر طبيعي، شيء عادي بيحصل. لو انا قصبه مردوده مقموس وماشي ومش جايلكوا تاني، وانتوا بتغسلونا وانتوا بتعملوا لنا، للاسف اعترافات الخدام مليانه حاجات كده، مليانه، وابونا اعصرني في مش عارف ايه، وامين الخدمه قال لي ايه. احنا لما بنيجي ننزل الخدمه بنعدد نفسنا الى التجارب، بنرتب نفسنا كده ان احنا حاميه هنخش التجارب، ناوي ولا مش ناوي. فمحتاجين القصبه المردوده بتاعتنا تبتدي تنشف شويه شويه، مش هقول 100% شويه، بدل ما نبقى قصبه مردوده وفتيله مدخنه، نقول كده ايه انه شجره مغروسه على مجاري المياه، شجره ثابته تيجي حاجات تخبط فيها هو ثابت، مش بيتهز ويسيب الخدمه ويتقمص من الكنيسه ومش داخل لكم تاني، لا يعني ايه انا عليا الدرس وانا كان عليا الترنيمه، شويه كلام ما يصحش. الخادم النموذج ما ينفعش يكون قصبه مردوده. وانا بتاسف، بصوا انا اسف تاني، المسيح قابلنا كلنا، بس النقطه دي احنا محتاجين خدام مغروسين، مش مقصورين كل شويه مقموص، كل شويه روح ونقعد نتحايل عليه معلش تعالى يا بابا خير. ما ينفعش، ما ينفعش، ما ينفعش ان انا اكون منزل خادم يرعى الولاد وهو نفسه ما يعرفش ربنا. مش انتوا شايفين ان هي مصيبه شويه؟ ولا مش شايفين كده؟ وخصوصا لو تخيلوا انتوا عندكم اولاد في مدارس الاحد. ابنك بقى في البيت يعني في مدارس الاحد. وعندك خادم قماص ولا خادم تعبان ولا خادم مشكله، هنعلم الولاد ايه؟ محتاج يبقى شجره مغروسه على مجال المياه. هقول لكم حاجه، في ايه كده في الكتاب المقدس في سفر التكوين بتقول فكبر الولد، الولد دوت اللي هو اسحاق ابن ابراهيم، فكبر الولد وفطن، وصنع ابراهيم وليمه عظيمه يوم فطام اسحاق. ايه الموضوع المهم في الايه دي؟ كويسين اعملوا حفله، كويسين يعني عادي، احنا مالنا اعملوا حفله ليوم فطام اسحاق. علامه اوريجانوس بقى ياخدها ويتأمل فيه. الفطام دوت يعني عمل ايه؟ بطل اللبن وهيبتدي ياخد طعام القوي. مين اللي قال الكلمة دي؟
بولس الرسول. فيقول لنا العلماء أوريجانوس: أين يفطم مثل هؤلاء البنين نصنع وليمة وتكون هناك فرحة عظيمة بسبب هؤلاء الذين لا يحتاجون بعد إلى لبن بل إلى طعام قوي، الذين بسبب قدرتهم على التناول، وأنا قصدي التناول اللي هو أكل الطعام مش التناول الفلوس، الذين بسبب قدرتهم على التناول لديهم الحواس مدربة على تمييز الخير والشر، تقام وليمة عظيمة مثل هؤلاء عند الفطام. لكن لا يمكن أن تقام وليمة ولا أن تكون هناك بهجة بالنسبة للذين يقول عنهم الرسول: أعطيتكم لبنا للشرب لا طعاما قويا لأنكم لم تكونوا تستطيعون والآن أيضا لا تستطيعون. لم أستطع أن أكلمكم كروحيين بل كجسديين كأطفال في المسيح. طيب أنا دلوقتي قصبة مردودة، أنا من النوع اللي بتقمص بسرعة وبتعب بسرعة، أشتغل على نفسي، أقف قدام ربنا كل يوم في الصلاة وأقول له يا رب اشفيني، محتاج موضوع القمص ده يتشال، محتاج أنا اللي أشيل الولاد، أنا اللي أحملهم، أنا اللي أبقى النموذج، مش الولد يضايقني فأقوم مقموص، الخادم يقول لي كلمة فأقوم مقموص، ما ينفعش. الخدام دي أنا آسف مش بتفيد في الخدمة في الدور، لأن بيبقوا نموذج رضيع، محتاجين كخادم نموذج ما بقاش قصبة مردودة. ولما أنمو، إحنا كلنا في مرحلة ما في حياتنا كنا قصبة مردودة وتعبانين، ممكن احنا صغيرين ممكن احنا شباب، ونلاقي ان ابونا الروحي احتوانا، الخدمة احتوتنا ونشفنا، كلنا كنا كده. لما ابقى كده اقدر اطبق بقى الآية ان انا ما اقصفش او اكسر القصبة المردودة. لما يجيني ولد على شعر ما اكسروش، يجيني ولد تعبان ما ضيعوش واقبله. لو انا اوريدي قصبة مردودة، عندي خادم بيقول لي انا الولد بيجي يقول لي خطايا، انا خاطي نفس الخطايا دي، فالولد بيتعبني جدا. يعني ان هقولكم من الاخر لان هي في عدو، يعني يقول لي انا بشوف حاجات مش كويس، فالولد لما بيجي يقول لي علاقة الولد بالخادم بتلاقيه يقول له استاذ انا فتحت حاجات انا محتاج اعرف ازاي، الخادم بيروح يختي تاني. مش بقول ان احنا لازم نبقى منتصرين على كل الخطايا، ما حدش فينا كده، لكن على الاقل عارفين الطريق نجري لاب اعترافه، نوقف سمع الكلام ده لو احنا مش قادرين. يعني الولد بيقول له حبيبي الكلام ده يتقال لابونا، يتقال في الاعتراف، ما ينفعش نقول لاي حد. فلو انا اوريدي قصبه مردوده وعلى شعره ولو حد بس اعصرني هروح اعمل خطيه، ما ينفعش اخدم الولد اللي كده. طب اعمل ايه؟ اسيب الخدمه؟ نيفر. اتفضل اشتغل، هي دعوه ان احنا نقوم، مش دعوه ان احنا نترك الخدمه. بس ده مطلوب. كان عندي تصون عشان تتسجلوا مره، كان عندنا يعني بنت، البنت بيتها ما ترباش، ما ربهاش جوه الكنيسه، ما تعرفش ربنا، ما تعرفش الكنيسه واللي بتعمل فيه. فطبيعي في المدرسه وبعدين في ثانوي في الكليه بتسمع هنا وهنا وهنا، ما تعرفش حاجه. وبعدين البنت جت لي، جت ابتدت تيجي مدرسه احدويه كبيره، فجت تعترف وقعدت معايا، واكتشفت ان عندهم مصايب في البيت، وكويس قوي 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 ان البنت دي تيجي الكنيسه اساسا. بنت محتاجه احتضان ومحتاجه ام تحضنها وتحتويها، لان هي غلبانه جدا جدا. فبعد كده جمعه الاثنين لقيت تصوني داخله علي المكتب وقعدت تقول لي: منى البنت فلانه محتاجة دروس في العقيدة الأرثوذكسية، لأن هي بتسأل أسئلة غريبة في وسط البنات، وبصراحة هي طبعا ما جالهاش فرصة إنها تدرس زينا في الإكليريكية، فمحتاجة إن أرثوذكس تديها دروس في العقيدة. عقيدة إيه؟
البنت هتنحرف، البنت ضايعه، البنت عايزه امي يا ماما. احضنيها احضنيها وبعدين نبقى نتكلم في العقيده. اهو النوع ده، ده القصبه المردوده بيقصفها وبيتعب الناس. البنت بتقعد بتبكي بسبب كوارث في البيت. اقول لها ايه؟ اقول لها ايه؟ عايزه حد يحضنها وخلاص. لحد ما تقوم شويه من الوقت نقول لها العقيده الارثوذكسيه ماشي. فالنوع ده بيقصف القصبه المردوده. ليه؟ لانه متمسك ببعض الجمل. زي ما قلت لكم كده، الشياطين ايضا يؤمنون ويشعرون. الشياطين عارفين العقيده السليمه، عارفينها. بس انا ما حسيتش باللي قدامي. ما كنتش نموذج ليه عشان يحب ربنا اساسا. البنت كانت بتهرب من درس وتجي لي المكتب. تيجي تخش درس الاحد، تصوني تحت طول الدرس، تقوم هربانه وجايه لي المكتب. مش عارف. عشان تصوني عماله توعظها 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 لحد ما البنت حاليا داخله اولى كليه. هي من اعدادي اكتر تيجي. سنه صعب محتاج حب. يعني انا بقول لكم مثل في بالي، قيسوا على كده كتير 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 قوي. صدقوني انا ما افتكرش الدروس العقيده اللي خدتها في مدرسه الاحد، بس افتكر الخدام وتعاملاتهم ومين بيحبنا ومين كان الخادم الضيف. عارفين الضيف اللي بيزورنا يوم الجمعه يقول الدرس لما عليه الدرس وينتقل. ذاك افضل جدا. انا فاكر الناس دي. وفاكر الخادم اللي نزل وهو عنده مشاكل نفسيه. بامانه فاكره. عنده مشاكل نفسيه وكان تعبنا جدا. انا كان في خادم تعبنا جدا كلنا كده لحد ما كبرنا وعرفنا يعني. فاكرهم. بس ما افتكرش ولا درس من اللي قاله. فارجوكم احنا محتاجين نكون نموذج قصبه مردودة لا يقصف، يحتوي الولاد. والولاد النهاردة والبنات اللانجوج بتاعتهم عنيفة، يعني فالجر كده. ممكن يقول كلام صعب مثلا. يعني جالي واحد المكتب وقال لي كلام صعب. يعني هو مين قال يعني الكتاب ده كده صح؟ عمل كده. محتاجين نقبل كده. على فكره محتاجين نقدر. القديس الشيخ الروحاني بيقول ان الطبيب اللي يتقرف من مرضى من قروح المريض ما ينفعش يبقى طبيب. عنده قرحه تعبان جدا. قرحه تقرف بس محتاج ما تقرفش منها. محتاج احتمل. محتاج احتمل كتير قوي والا ما بقاش طبيب. ابقى واحد عندي عقيده. لازم اقول له هذه النصوص يامن بيها عشان ايه؟ انت كده في سيف سايد كده هتخش السما غير كده انت وحش. اخر حاجه خالص، الخادم النموذج يقول كده ايه؟ لا يكل ولا ينكسر حتى يضع الحق في الارض. احنا لنا هدف واحد. احنا موجودين في الارض كمؤمنين لنا هدف ان احنا نقدس هذه الارض. ادم بسبب خطيته قال له ملعونة الارض بسببك. يجي بعد كده عند بطرس ويشوف الملاية اللي فيها الحيوانات فيسمع صوت بيقول له ايه؟ ما طهره الله. هو لا طهر حيوانات، هو جه عشان يطهر الارض. ما كان خطيه ادم اللي هي ملعونه الارض، الله طهر الارض بكل ما فيه. طيب واحنا دورنا ايه؟ نكمل هذا التطهير، نكمل الخدمه. ده دورنا. انا بنزل الصبح الخدمه عشان تقديس الارض. في واحد في جنوب افريقيا عامل مبادره جميله جدا. التايتل بتاعها لفت انتباهي ومش بس كده يعني الكونتنت بتاعها علمي وجميل. اسمها العالم يحتاج الى اب. بصش عليها جميله جدا. العالم محتاج ان احنا يبقى لنا هدف ننزل
احنا بنقدس الارض دي، بنقدس اللي حوالينا، بنقدس الناس اللي معانا، بنقدس الكل. يقول كده بولس الرسول لما كان في ناس متجوزة وغير مؤمنين، وبعدين حد منهم من الطرفين قبل الإيمان، فبقى في مثلا زوجة مسيحية وزوج وثني، فسألوا بولس يسيبوا بعض، فقال لهم إيه؟ إن الرجل غير المؤمن مقدس في المرأة المؤمنة. طب هل ممكن نطبقها علينا؟ هل نقدر نقول مثلا إن الناس غير المؤمنين اللي حوالينا مقدسين فينا؟ لازم نقدسهم بدورنا؟ سواء بقى في خدمتنا الضيقة في مدارس الأحد، في إخوة رب، أو في إحنا نموذج، دورنا إن إحنا نقدس. فلا يكل ولا يمل لحد ما يظهر الحق للأرض كلها، ولإلهنا المجد دائما أبديا. أو إضافة، إحنا اتفقنا كلنا بنحاول نكون هذا الخادم النموذج كلنا، فلو حد عنده إضافة ممكن يقولها اتعلم منها. هنا كمان المايك معايا فحسيت السؤال كمان. ده عسل ما شاء الله. القدسك قلت عن الخادم زميل قدسك اللي هو كان مش بيعرف يتكلم فكان بينسحب. طب لو الخادم ده بيحس بصغر نفسه، لو هو حس ان اللي حواليه بيعملوه على الأساس ده يعني. ودي أنت بتعمل معاه إيه؟ بص طبعا احنا في البدايات خصوصا واحنا يعني صغيرين بنحاول في كل حاجه، يعني طب قول درس، طب حضر من هنا، طب ترنيمه، طب حاول كذا. اللي بقول لك عليه ده اب واولاده في ثانوي، راجل كبير، ف يعني مش النهارده هيتعلم يقول درس، وخصوصا خلاص فهو ما يعني عارف دوره واحنا عرفنا دوره، فدي حاجه كويسه جدا. لكن انا ما يخشليش واحد صغير في الخدمه واقول له لا انت مش هتقول، لازم يخش ويجرب ويتدرب واعلمه مره، وكلنا كده يعني عادي يعني كلنا اتلجدنا في الاول وكلنا ما عرفناش نقول حاجه. لما نزلت من الدير اول عظه قلتها في الاستقبال، انا بحب روايات الاباء واقوال القديسين، فنزلت العظة كانت مشحونة بكم من أقوال الناس. جات لي دكتورة بعد الكلمة قالت لي أبونا العظة كانت جميلة جدا جدا بس إحنا ما فهمناش أي حاجة. كلنا بنتعلم يعني ما فيهاش حاجة، لكن خلاص الواحد بعد فترة بيعرف له دور معين، يعني مش كلنا دعينا لكل الأدوار. بس ده قصدي. موافق كده ولا مش موافق؟ لا هو ممكن السؤال ما كانش واضح قوي، بس هو يعني انا كمان نفسي انا مثلا بعمل حاجه وده مش دوري، ازاي اللي حواليا يوجهوني من غير ما احس ان انا بوقصي الخدمه او بحس بصغر نفسي؟ انت بتكلم عن نفسي يعني. انت هل انت بتسال علشان انت نفسك ما تحسش بصغر النفس، ولا كلمه للي حواليك يا جماعه احتملوا ضعف البعض؟ انا دلوقتي عندي حاجه مش بعرف اعملها، مش عارف ان انا ما بعرفش اعملها. تمام، ما عنديش. محتاجين عينين اكبر، يعني محتاجين عينين فوق، وده دور الناظر من اعلى امين الخدمه او خادم كبير، يعني يقول لي بص اهتم اكتر بالحته الفلانيه. تيجي من امين الخدمه يعني؟ تيجي من حد كبير، لو انا مش شايف، انا مش شايف ان هي ان انا ما ينفعش اتدرب، فتيجي من الامين، والامين بيكون محتاج ان يكون عنده علاقه كويسه مع الخدام، مفتقدهم وبيحبهم، لان الخدام نفسهم محتاجين خدمه. يقدر الخادم يتقبل ده من الأمين، لكن لو خادم ما بيتقبلش معك خلاص يعني باظت يعني. اتفضل يا استاذ. تعقيبا على كلام قدسك، التعقيب اللي بيتم بعد الدرس خصوصا اكملها معلش احنا من النوع اللي بعقب بعد الدرس تمام بامانه، بس التعقيب مش الدرس، في نقط سقطت خليني واضح، يعني في بوينت خمس بوينت. سؤال اخر يوم الجمعه اللي فاتت بنتكلم على الصليب، وان السيد المسيح مات
والروح نزلت الجحيم والجسد نزل القبر. فأولى ثانوي بيسأل طيب الدليل ايه؟ ان الخادم ما وضحش النقطة دي. وانا عارفها ان اللاهوت متحد بالروح واللاهوت متحد بالجسد. وضحتها له دايرتين ومشمول الدايرتين دول دايرة كبيرة اللي هو اللاهوت. الجسد لم يرى فسادا والروح الشيطان مالوش سلطان عليها لكن قيد الشيطان. ده تعقيبي. هل ده خطأ؟ هل ده مرة مثلا؟ هل ده حصل مرة؟ اي نقطة يعني انا عايز اقول لك ست حاجة. اصل اكيد هيبقى في نقاط ما تقلقش. تمام. يعني انا هل تعقب عليها ولا طنش؟ انا هقول لحضرتك انا محضر قد العظة دي الموضوع يعني لما ابونا قال لي العنوان الموضوع حلو جدا الخادم النموذج. انا محضر قد القطه ده مرتين. انا ما قلتش كل حاجة. جميل. لو واحد النهاردة اخذ نقطة ونفذها ده يكفيني. حلو قوي. فمش لازم اقول كل حاجة. طب الاولاد لما يسألوا. يسألوا ما سألوش. ما جاش إجابة. لا حضرتك لا تجاوب غير تعقب. ما أنا هقول له هقول له محتاجين إجابة. طبعًا. هل أنا أطنش وأسكت؟ لا 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 بس الولد سأل والخادم ما جاوبش. إحنا بنساعد بعض. حتى لو الخادم ما وصلهاش للمخدوم. حالة السؤال بس. خليني واضح. أنا مع حضرتك أنا موافق جدًا. حضرتك الولد سأل أو الخادم ما عندوش المعلومة أو ما وصلهاش صح. تمام. فحضرتك هتوصل. مفيش اي مانع في كده. لكن احنا عندنا ناس ده انا في تصوني انا لما بدي كلمه للولاد انا في حاجات انا قاصد ما اقولهاش انا قاصد فتكون في تصوني لازم تقوم تعقب يا ماما اسكتي يا ماما انا مش عايز اقول اي حاجه انا في حاجات انا عارف اهالي البنات مثلا ديت انا مش عايز اقول نقطه معينه لا تقول لازم تقف تعقب ما تقوميش انا ليه بقول لك الكلام ده؟ انت عارف اولى ثانوي النهارده قعدت ثلاث سنين في البيت زوم. فما فيش قلدات. فالمخدوم بيخاف يسأل. او ما عندوش خلفية. بس بقى انا بقى احنا حقا. طبعا. انا حجيلك من هناك من عند فعولة ثانوي. تمام. وحقول لك ان هم عملوا بلوك بعد ما الاستاذ خلص عايزين يصلوا عشان يمشي. ما انا عايز اقول لأسك حاجة. فضيف مرحبتك هم قفل. طيب البلوك دوت ولو جالي مخدوم يسألني في نفس النقطة. حلوة قوي. طب وليه انا ما احطش المعلومة الصح في مكانها؟ سؤال. هل عندنا درس هيغطي جميع النقاط الصحيحة؟ لا ابدا بس دي جوهرية يا ابونا. يعني انا بسأل أسك. انا مش صغير. ومش وفي نفس الوقت معلوماتي مش كامله. لكن انا ببص على حاجه اساسيه في الصليب. اساسيه. بنتكلم على عيد الصليب وبنتكلم على الاسبوع الجاي. اكسبشن زي ما كنا بنقول ده اكسبشن. لو انا كل مره الخادم يخلص درس فانا لازم اقوم اعقب لا دي مشكله. سامحني. لكن في اكسبشن حصل في مره الخادم روح اعمل له حاجه او كده دي مشكله ما فيهاش حاجه. شكرا. في بنات اشقياء موافقني صح؟ اشكركم. ايوه سوري. المفروض ان احنا عندنا لازم نحضر الدرس كريم. هو سامعني هو سامعني. عشان هو احنا عندنا لازم نحضر الدرس كريم حتى لما قلت سبورت بوينت معينه اللي احنا لازم نقول عشان البنات تفتي كده على الاقل. لا هو لازم درس كريم. انا ممكن احضره كام؟ انا احضره كام؟ انا زي ما بقول لك انا الموضوع شغلني وعجبني فمحضر عظتين مش عظه. لكن انا اقول انا لازم يبقى عندي عين بتشوف اللي قدامي تعبه زهقه مله الوقت عدى. يعني يا اخوه احنا في عندنا عمل مشترك مع بعض سينرجيه معرفش تعرفوا اللفظ ده ولا لا. لنا عمل مشترك. بولس الرسول يقول كده نحن عاملان مع الله سينرجي. سين يعني مع وإيربون اللي هو العمل. احنا بنشتغل مع ربنا. فالخادم اللي بيقف يقول هو بيشتغل مع ربنا محتاج يحضر كويس وربنا بيعمل فيه. ممكن يبقى نقطة هو شايفها ثانوية تلاقي الموضوع بيكبر وولاد بتسأل فيه وكتر قوي الكلام في حتة هو ما كانش مركز فيها. وحتى اللي مركز فيها ما اتقالتش مش مهم. مش مهم. هو احنا كل سنه بيجي لنا عيد النيامه ولا حاجه. قول النقطه السنه دي النقطه السنه الجايه.
يا ريت الباب تطلع بنقطه كل مره، يا ريت يطلعوا بنقطه. ف التحضير انا معاكي، التحضير محتاج يكون متكامل، لكن اولا الدرس نفسه لا مش لازم يكون متكامل. انا انتوا درس بيبقى كام في بس وقت قد ايه مثلا؟ الساعه الساعه الربع دول يتقال فيهم ايه يعني؟ انا بؤمن في بالكورسات. يعني عايزين مثلا نتكلم عن موضوع شائك مثلا، غضب الله ده كورس خمس محاضرات، هقوله في وكل محاضره ساعه ساعه وربع واقوال، ما فيش حد بيعرف يدي موضوع متكامل على فكره. احنا الوقت ما بيسمح لناش، عزة القداس ما بتسمح لناش ندي موضوع متكامل 100%، بس ندي بوينت، وجهه نظر، حاجه نبص لها المره دي في العيد، المره الجايه هنبص لوجهه نظر ثانيه. لكن انا لو عايز ادي الولاد كم من المعلومات ضخم، صدقوني هيضيعوا مننا، هيفصلوا مش هيبقوا موجودين. وتاني بقول لكم انا ما افتكرش معلومات اتقالت، ومش بس كده انا بصحح معلومات عرفناها واحنا صغيرين. بالنسبه لي شايف في حاجات كتيره اتقالت انا لما برجع للاباء القديسين لا محتاجه تصحيح. فيعني في الاخر انا اللي فاكره خادم بيحبني، خادم بيحب اللي جنبه، خادم بيحب يصلي، خادم بيكرهنا، خادم مريض نفسي. فاكر دول بس مش فاكر دروس. وفاكر خادم كان بيجيب ورقه، يجيب كده ثلاث اربع ورقات وبيقرا كلمه كلمه لحد ما احنا وصلنا صفحه كام؟ مش قادرين. هات وبعدين نلاقي اخر ورقه دي بقت وش وضهر معضل تحت. كان في واحد كده محضر لنا كده ايه رموز مش عارف ايه في العهد القديم. يا ربي كانت كل سنه يوم جايبها لنا ونقعد ساعتين في الدرس ده ويرمز شويه لرمز مش عارف ايه في العهد الجديد ويقدر لنا الايه ويرمز مش عارف ايه. خلصنا يا عم زهقنا. معلش سامحوني يعني، ما هو احنا كنا اولاد، بلاش نطلع عن هذا الطور ونلبس ثوب الخادم ودول لازم يتعلموا لازم يعملوا. هم اولاد والنهارده اصعب مننا زمان، النهارده اصعب وبيحتاجوا اصغر كمان. فمحتاجين نحس بالولاد، نحس هم قفلوا امتى، ناموا، زهقوا. ده احنا كنا لما خادم مثلا ايه خدامي يقعدوا بقى ايه مش عايز اخبط عشان المايك يعني، بس اللي هو ايه اتفضل يا فضل ما تصلوا حد يصلي ونخلص. دي مش محبه. وابونا الروحي علمنا كده ما تقعدش تعمل كده. الخادم الكبير قال لفلان صلي، صلي. خلصت. في الهيكل الشمازه فضل حبيبي في واحد بيوزع قال كده تعمل كده وخلصت. مش اتضاع ما نقعد نخبط كده. بننقر بقى الاساتذه ها نصلي احنا طيب. يا جماعه لازم نحس بيهم. الولاد لما بتقفل واحنا صغيرين كنا نقفل ونروح الكنيسه، النهارده ببساطه الولاد ممكن تقفل ما تجيش زهدنا. استاذ فلان بيقول لك درس تمام هنروح الحمام. المتواصلين مع الولاد هيحسوا بالكلام بتاعي، اللي مش متواصلين لا، لازم هذه النقاط تقال والا الاركان بتاعت الدرس لم تكتمل فهتحصل مشكله ازليه. فأرجوكوا الموضوع ده يعني اقبلوه مني. يعني أنا عارف الصغيرين يمكن قابلينه أسرع. إياكوا تقبلوا تبقوا ما تقبلوش. لازم نشعر. أنا شغلي كنت بدرس في الأكاديمية البحرية وعندي منهج لازم يخلص. بس بحس باللي قدامي ولما ألاقيهم قفلوا معلش حتة كمان. وكنت متصاحب عليهم هما طلبة عندي. ولما الاقي قافل خالص قلنا خلاص هنشرحها مره ثانيه. او عشان اشجعهم مثلا تحبوا تاخدوها تيك هوم بقى انتوا تذاكروها ولا نشرح ونخلص. وبيفهموا كده. غير انه عندي منهج هو ده بتاعكم ويخش اكيد انتوا شفتوا الدكاتره اللي كده. لازم يبقى في علاقه عشان هي دي اللي بتثبت مش الكلمتين اللي بيثبتوا. علاقه كفايه صح؟ أنا شايف أوجه قدامك.
سؤال صعب ممكن أسأل تجاوب عليه. نموذج لكتاب أو كتابين كده ممكن يسخنوا الحاجة وكيلة الخازن. تسخين الحاجة عن حياة الحاجة. هذا الاتجاه يعني. ككتاب بيزك في العلاقة الشخصية مع الله لأنتون كونياريس. ما أعرفش تعرفوا ولا لأ، كتاب بيزك. يعني بدي في البداية على طول لازم يقرأ أي حد يعترف أو الكتاب. العلاقة الشخصية مع الله لأنتوني كونياريس، كتاب مهم جدا للخدام برضو لأنتوني كونياريس، اسمه ماذا حدث لتشويه الحق أو لتشويش الحق، هو اسمه whatever happened to truth، فترجموه مرة عنوان وبعدين غيروه بعد كده. الكتاب ده حلو للخدام جدا، ماذا حدث لتشويش الحق أو لتشويه الحق. الكتاب حلو ومفيد جدا للخدام، لان احنا مواجهين بتيارات ان كله كويس، كله حلو، يعني اللي بيؤمن بكده وبيؤمن بكده كل حاجه حلوه. الكتاب ده بيناقش الموضوع ده، ازاي الحق تشوه عبر العصور. فكتاب حلو لينا كخدام، وزي ما بقول لكم العلاقه الشخصيه مع الله. كفايه كده ولا ايه؟ لما يقولوا ونشكر محمد ابونا بخمس على تعبه، وان شاء الله ابونا تيجي تدينا